أهلا بكم في شباب كافي. أجور متدنية وبدون أي حقوق. النقابات عليها مسؤوليات. هذا اللي بده يشتغل في محل، اللي بده يشتغل في أي شيء، أي شيء لازم يعمل عقد. إذا انصاب الشاب مثلا بالعمل ما رح حدا يجي إنه مثلا يحكي له بدي أساعدك أو يدفع عنه بلاوي المستشفى. الكل اليوم يعترف بالتقصير. للأسف في بعض العاملين لا يعرفون حقوقهم بأنه يلا خلينا ننزل على الورشة وخلص. ماذا فعلتم كل السنوات الماضية؟ هذا كان السؤال يعني. ولكن الشباب يعني زهق تطوع في البلد. اللي قالوه 100% مظبوط.